اقسمكم بالله وردنا اتصال هاتفي من قطر هذا المساء، قالوا ردوا بالكم رام دايريكم خدعه، رام مصورين معالم من طرابلس، حاجات من طرابلس ودايرين عليهن مجسمات زي الافلام الامريكيه، ورام بيدخلوكم مجموعه وبيطلعوا لكم وبيقولوا ها التوار خشوا لباب العزيه وخشوا كذا باش ينوضوا الناس. نبي نقولكم على حاجه اخرى، هم الان ما عادش قدروا ما يديروا، ضربوا من فوق ما قدروا يديروا شيء، نزلوا لوطة ما قدروا يديروا شيء، اللي ينزل ينسحق يمشي. مجسم زي باب العزية باني لكم مبنى نفس باب العزية، نفس الخيام ونفس القصة ونفس المبنى ونفس كذا ونفس الصور، راهم حاطين فيها حتى صور القائد، وجايين مباني أخرى في طرابلس زيها حتى هي نفسها، وسيارات وطرق أحداء كله كله، أنت تقول حقيقة وهم راهم بانيينهم في قطر. وردوا بالكم، خذوا بالكم، لا تصدقوهم، والله ما تصدقوهم، لان رام هم بيضربوكم باي حاجه، اقسم بالله. بنفس حجم باب العزيزيه اللي حكالكم عليه التافه، قال لكم يزوروا ويركبوا بالفوتوشوب، فضحناه البارح الفوتوشوب مش هذه، هم الان عملوا استوديو، عملوا هذه الطريقه وجسدوا الاستوديو بشكله بباب العزيزيه بالمبنى الصامت، ويريون مثل في احدى الليالي الى بكره بعد بكره يطفئوا النور ويقطعوا الاتصالات ويبثوا لكم، يدخلون على القناة متاعنا أو فنيا وهذا النيث شغال عليها، أو يدخلوا من قنوات العار قنوات الذلة ويقولوا لكم لايف من باب العزيزية سقط النظام. أفطنوا زين لهذه الألعاب وخلوكم صاحيين. نحن ما نحن لما نقول لكم خليكم صاحيين هذه تعبية ناسنا باش يفوقوا، لأن نحن ما أنا خايفين ولا أنا مرتجفين ولا أنا خايفين منهم، نحن نرقص ونغني ونكافح ونصمد. فلذلك يا اخوتي هم الان جابوا هذه الترهات، هي جزء من ايد من حرب النفسيه اللي حكيت لكم عليها، حرب النفسيه شغاله شغاله.